السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريموتك. معكم كالعادة انا عبد الكريم من الجزائر. نتمنى راكم بخير وعلى خير وجوه. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا افضل هاتف في الجزائر بسعر 25000 دينار جزائري. قبل ما نبداو هذا الفيديو، اذا كنت جديد اول مرة تشوف لاشين تاعنا، تصلح اشترك بها وفعل الجرس ودير نجم لهذا الفيديو باركو يا العزيز باش تحفزنا. بلا ما نطول عليكم، خليونا نبداو على بركة الله. والهاتف اللي معنا اليوم واللي راح نديروا له ريفيو الذي هو شاومي ريدمي الويت ا، بدون اي اطاله عليكم خليونا نبداو على بركه الله بالتصميم. وياتي شاومي ريدمي الويت ا بنفس تصميم الاصدار السابق 7 ا، ولكن بشاشه اكبر، وهو التصميم الذي يعتمد على وجود نوتش على هيئه قطره ندى داخله الكاميرا الاماميه، مع وجود حافه كبيره نسبيا اسفل الشاشه عليها شعار ريدمي. وبعد هذا نروح نشوفوا الشاشه. فعندنا اي بي اس مقاسها 6.22 انش بدقه 720 ضرب 1520 بكسل مع حمايه غوريلا جلاس 5. عندنا المعالج فهو كوالكوم سناب دراجون 439 بتردد يصل حتى 1.95 جيجا هرتز. ذكرت الوصول العشوائي عندنا 2 مقابل 3 جيجا بايت. مساحه التخزين الداخليه عندنا 32 جيجا بايت قابله للتمديد ببطاقه ذاكره خارجيه بحجم 512 جيجا بايت. وعندنا الكاميرا الخلفيه مزوده بمستشعر رئيسي من نوع سوني اي ام اكس 363 بدقه 12 ميجا بكسل مزوده بفتحه عدسه f1.8. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي 8 ميجا بكسل. وعندنا منفذ السماعات 3.5 مليمتر. نظام التشغيل فهو اندرويد 9 باي مع واجهه ميو اي 10. وعندنا البطاريه تاع هذا الهاتف 5000 ملي امبير مع تقنيه شحن سريع 18 واط. صراحه البطاريه تاع هذا الهاتف مليحه بالبزاف خاوتي. عندنا الوزن تاع هذا الهاتف هو 188 غرام. نروح نشوفوا مباشره السعر تاع هذا الهاتف في الجزائر، فهو 25000 دينار جزائري ولا 2 ملايين و500000. صراحه هذا هو افضل هاتف في الجزائر بسعر 25000 دينار جزائري وبمواصفات هايله. واللي بغى يشري هذا الهاتف غادي يخليكم هذه الصفحة اسفل الفيديو في الديسكريبشن، صفحة قريشي فون البريكي تلقاوها كما قلنا اسفل الفيديو في الديسكريبشن، كونتاكتيوها اذا بغيتوا تشريوا هذا الهاتف. كان هذا هو فيديو اليوم خوتي، تسلاو في ارواحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.